واحد بيقول ما مفهوم القداسة والكمال في المسيحية؟ معروف ان ربنا قال كونوا قديسين لاني انا قدوس، والقداسة بدونها لا يعين احد الرب. ومن جهة الكمال قال ربنا يسوع المسيح كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. لكن الكمال المطلق هو لله وحده، ما نصل اليه هو الكمال النسبي، يعني ما تستطيع طبيعتنا البشرية ومقدار النعمة المعطاة لنا. الكمال النسبي اما من جهة القداسة فهي تبتدي في الاول لحياة التوبة، ثم النمو في الفضيلة والنعمة لغاية لما الواحد يصل الى ثمار الروح القدس ويبقى روح الله بيعمل فيه.